اليوم يا جماعة راح نشوف مقطع بكل بساطة. صاحبنا راح يصنع قلب، قلب تمثال يا جماعة. ففي البداية طبعا جاب صورة قلب قدامنا هني، راح يبتدي انه يشتغل عليه. فقص على ورقة، اوكي اول شي طبعها اتوقع وتالي قصاها، والحين جاب شيء في اللين اتوقع، يب جاب في اللين، وراح يبتدي يقص على شكل القلب اللي هو جايب لنا. هذا الشخص نفسه في السابق شفنا له مقطع انه اوها مو في اللين والله، ما ادري هذا شنو. المهم شفناه كانه صابون في السابق، شفناه يسوي اللي هو الفاس او السكين الغريبة اللي سواها، السكين العجيبة، في مقاطع رهيبة نزلناها حقه. وفي اشخاص سووا اشياء نفس اللي سواها، مثل اتذكرون المستنقع اللي كان فيه تمساح، ايضا هو سواه، يسوي باشياء بسيطة جدا او اشياء يعني مثل هذه، بس في النهاية يطلع شيء خرافي جدا. طبعا بعد ما قصص بدا ينحت الشغل اللي سواه. هذا شمع، اوكي هذا شمع، انا توقعت في البداية انه في اللين، بس في النهاية الحين اكتشفت انه شمع. الشمع ان شاء الله بيبتدي يشتغل عليه زين. الحين هو جالس جالس يسوي، جالس ينحته، اوكي نايس. جالس يستخدم اكثر من اداة عشان النحت، اوكي بيستخدمه ولا لا ما ادري. هذا الشمع اتوقع بيستخدمه حق المستقبل يعني، يذوبه ويرد يرجع من جديد يسوي. اوكي اللي بعده، جاب صلصال، زين ايش الخطة؟ بيحطه حول، انزين يلا خلينا نحاول نستوعب اللي قاعد يصير. نشوف طين طبعا هو. الحين جاب علبة، ايش فائدة العلبة هذه؟ ها ليش؟ دقيقة نحاول نستوعب، ثانية يا جماعة خلونا نستوعب الموضوع اللي قاعد يصير. هذه المادة اللي دائما يستخدمها في صناعة الأشياء اللي يسويها، فيحط المادة زين. والحين يسوي خلطة معينة ويخلط، الحين بنشوف كيف بيسويها، وأنا متحمس للشكل النهائي طبعا. أوكي حطها داخل، انزين ليش؟ يمكن بيسوي نص وتالي بيشيل الصلصال اللي حطه وبيسوي النص الثاني، هذا اللي اتوقع الحين، مجرد توقع، كل واحد يقدر يتوقع يا جماعة. لماذا غزر لايك تغزر لايك، اوكي شال الطين، اتوقع هذا اللي بيصير. طبعا مر وقت، لازم يشيل الصلصال كامل. سالفة حط مسمار، اوكي هو يفكر بتفكير غريب، ترى تفكيره جدا غريب. الحين بيحط الجزء الثاني احس، بيلصقه. ابدا ما اعرف ايش قاعد يصير، نفس الموضوع رشاه، وبيحط نفس المادة الجهة الثانية. المادة اتوقع تنشال بس ما ادري، خلينا نشوف. الحين اوكي انشال فعليا، المادة تنشال، بس ليش زين سوى كل هذا لا تنشال؟ شال المسامير كلهم الا ابوي.
فهمت. وما كان محتاج القلب اللي سواه، لا هو محتاج الحفرة اللي سواها الحين اعتقد عشان يكون لون شفاف. اوكي الحين ياخذ هذه المادة ويحطها في نفس المكان اللي قبل شوي سوا الحفرة اللي سواها نفسها، بيستوي شكل القلب اعتقد يعني. خلونا نشوف. ري يخلط. الحين لازم يلون اعتقد. لازم يسوي اللون اللي يبيه. حط اللون الاحمر. وقلب في اللون الاحمر. ما اعتقد بيحتاج الوان ثانية. لازم يخلط زين. ايه بالضبط نفس الفكره اللي فكرت فيها، هو ما كان يحتاج القلب، القلب خلاص خلاص منه. الحين يقدر يعيد الحركه مليون مره بما ان عنده القلب جاهز. بيسوي المفروض الجزء الثاني بعد، خلينا نشوف كيف بيلصقهم. بيحط من هني من مكان المسمار. اوكي طبعا ما بيعرف ان امتلى الا لما المسمار خلاص. لحين خلاص الحين اكيد مر وقت. اوكي بعد ما مر وقت هذا هو القلب، بس كأن النص مشكلة. النص مشكلة. اوكي بينحته. يحتاج شوية نحت، صبغة زيادة أو نظفها ما أدري. خلاص تقريبا قربنا للنتيجة النهائية. أوكي هذا هو يا جماعة، شكله رهيب ترى، فعليا قلب. بعد يصبغه. هذا هي فكرته انه يلمع اتوقع. يصير لامع. هذا الشكل النهائي بعد ما نظفه ولمعه وكل شيء، شوفوا كيف صار. يا سلام. ايش الابداع هذا؟ والله ابدع. ايش رايكم يا جماعة في القلب اللي سواه؟ شيء رهيب. اهني على الشغل. نهاية طلع بأجمل شيء ممكن. يا جماعة هذا مقطعنا بشكل كامل، أتمنى عجبكم المقطع كليكم ضغطوا زر لايك، اشتركوا في القناة إذا كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس أو زر التنبيهات. لا تنسوا كلكم تتابعوا القناة الرئيسية، الرابط موجود تحت في وصف الديسكربشن، انستغرام موجود تحت. نشوفكم على خير في مقاطع أخرى ومع السلامة. اللايك أمر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما